بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات. لدينا يوم ابتعاد درس جديد وهو بعنوان الكسور المتكافئة. فكرة الدرس: سوف أجد كسورا متكافئة. لدي استعد يوم ابتعاد. لدى مصطفى خزانة كتب، أحد رفوفها الثلاثة يحوي كتبا. إذا قال مصطفى أن ثلث الرفوف يحوي كتبا، فهل أستطيع أن أذكر كسرا آخرا يمثل الكسر ثلث واحد على ثلاثة؟ إذا يا مبدعات، الكسور التي تمثل الكمية نفسها تسمى كسور متكافئة. إذا الكسور التي تمثل الكمية نفسها تسمى كسورا متكافئة. إذا سوف أجد كسورا متكافئة لأكمل الجملة، واحد على ثلاثة يساوي البسط فراغ والمقام لدي ستة. إذا لأجد كسورا إذا لأحصل على كسرين متكافئين لدي طريقتان. سوف أستعمل طريقة نماذج الكسور. لدي النموذج الأول، سوف أجزئه إلى ثلاثة أجزاء لأن المقام لدي مبدعات لدي ثلاثة. إذا سوف أجزئ النموذج إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يا مبدعات، إذا راح يكون الكسر واحد على ثلاثة. طيب أيضا يا عزيزاتي، أيضا يا مبدعات، يمكنني أن أجزئ يا عزيزاتي الجزء إلى جزئين أيضا. إذا راح يصبح يا مبدعات ماذا؟ سدسان. أحسنتم يا مبدعات، إذا يوجد سدسان في المثلث. إذا يا مبدعات، إذا يوجد لدي الثلث يساوي السدسان يا مبدعات. إذا يا عزيزاتي، إذا يوجد سدسان في الثلث. إذا الطريقة الأولى إما أني أستعمل نماذج الكسور، أو أيضا يا مبدعات يمكن أن أرسم صورة. إذا لدي الكسر الأول ماذا؟ واحد على ثلاثة. إذا سوف أرسم يا مبدعات مستطيل وأجزئه إلى ثلاثة أجزاء. لدي البسط واحد، إذا سوف أظلل يا مبدعات جزءا واحدا. طيب يا مبدعات، إذا يمثل لدي الكسر واحد على ثلاثة. أيضا يا مبدعات، راح أرسم مستطيلا آخر متطابقا للمستطيل السابق وأقسمه إلى ستة أجزاء متطابقة، ثم أظلل جزءا متساويا للثلث. إذا الذي أصبح جزءان مظللان. إذا يا مبدعات، لاحظ أنه يوجد سدسان في الثلث. إذا واحد على ثلاثة يساوي اثنان على ثلاثة. إذا سدسان في الثلث. طيب ننتقل يا مبدعات إلى فقرة تأكد. أكمل يا مبدعات لأحصل على كسرين متكافئين. لدي مبدعات الجزء الأول مجزأ إلى جزئين، عدد الأجزاء المظللة واحد، إذا سوف يصبح واحد على اثنان يساوي يا مبدعات جزء مجزأ إلى أربعة أجزاء، عدد الأجزاء المظللة اثنان. إذا يا مبدعات اثنان على أربعة، إذا النصف يا مبدعات يساوي ربعان. أيضا يا مبدعات، هنا لدي نموذج مجزأ إلى ثلاثة أجزاء، عدد الأجزاء المظللة اثنان، إذا ثلثان. وأيضا لدي مبدعات نموذج مجزأ إلى ستة أجزاء متطابقة، عدد الأجزاء المظللة يا مبدعات أربعة. أحسنتم عزيزاتي، وعددها جميعها ستة، إذا ثلثان يساوي أربعة أسداس. طيب أيضا لدي مبدعات فقرة ثلاثة، أكل عماد خمسي فطيرة، اكتبي كسرا آخر يكافئ الكسر خمسين. إذا يا مبدعات، لإيجاد الكسر الاثنان يمكنني يا مبدعات أن أضربها في اثنان، إذا أصبحت أربعة، والمقام أيضا أضربه في اثنان، إذا أصبحت عشرة. إذا خمسان يساوي يا مبدعات أربعة أعشار. واضح عزيزاتي؟ إذا شكرا لكم يا مبدعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.